يبدا في قصر هلال. باش نعطيك التاريخ في زاني 70 في قصر هلال عملوا ريزو دو بلوفيال وقعد معناها موجود الريزو هذاك. بعد في زاني 90 97 2000 تربط مع الحلقوم هذا. دونك تشعب الريزو اللي هو معناها موجود تو في مدينه قصر هلال الشقيقه فهمتني معناها متشعب ياسر فهمتني. وزيد تو فما برنامج اخر اللي هو برنامج ربط معناها نتاع قصر هلال المنطقه الشماليه معناها من جهه بوحجر. فما اشكال كون المواطنين يقول لك يا خويا تو على بوحجر ما نجموش يربطوا. فما امكانيه لكونهم يربطوا على نفس الريزو هذايا اللي هو وحده هذه رافضينها. معناها يقول لك احنا ما نعاودوش نفس الشيء بنفس المشكله ما نوصلوش. احنا بالنسبه لنا حي سيدي عبد السلام وقت اللي نتموا الربط نسبة 100% 100% تتحلش المشكلة سيد الوالي كان تسمع معناها فما راهي مشكلة كبيرة ياسر في بداية الوحدة في بداية المدينة هو لهنا بالضبط. احنا توا لهنا في الحدود لهنا بالضبط فما منطقة ضخ لهنا هي منطقة ضخ الهلال فهمتني محطة ضخ الهلال وفما لنا سكة نتاع ترا فما معناها اون كومبرومون كبير ياسر نتاع الماء معناها وفريكامون تري فريكامون فهمتني هذه ديما نحكي عليها. احنا ماذا بينا نمشيو الغادي وحتى كان ندخلوا لهنا سي ميو ما نعرفش نجمو نتعداو منها ولا فهمتني لكن راهو باش تشوفوا فما اشكال مقنينه هذيك تهز المحطه كثير مقنينه ما عندهاش علاقه بالسكه عندها علاقه هو فين العلاقه بالك شي تروبلان نتاع تروبلان هو المكان نتاعها بالضبط هذه شوف قداش من ريغاراغري هي موجوده لهنا فهمتني هذوما اللي موجودين لهنا الكل كياس معناها مرتين في الـ في الـ في, الـ في الجمعه نقول باش ما نكذبش يفيضوا يهبطوا لهنا هذا فين يوصل لنا تسرقت فهمتني هذيك اللي تسرقت يعطيك الصحة تسرق المعدات نتاعها قعدت برشا راهو فهمتني وهذه المشكلة الأخرى لا 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 سي عدنان مع كل احتراماتي راهو المشكل موجود ومتفاهم نوصلوا لها كان تحبوا ولا ما نوصلوش؟ لا لا الجلسة نقعدوا فيها هاي نتعدوا البرت هاي